اللي في بلاصتي مزيانه. لا ماشي ما تجيني. الصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيد الرئيس المحترم السيد السادة النواب. اتشرف اليوم بان احضر معكم اشغال هذا الاجتماع في اطار القراءة الثانية لمشروع القانون رقم 2243 يتعلق بالعقوبات البديلة بعد ان صادقت عليه لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلسكم الموقر. كما ورد من مجلس المستشارين وهي المناسبة لا أريد أن تفوتني دون التعبير عن خالص شكري للسيد رئيس المجلس النواب والسيدات والسادة النواب المحترمون على انخراطهم الجاد الذي أبانوا عليه خلال عرض هذا المشروع على مسطرة المصادقة التشريعية. حضرة السيدة والسادة النواب، لا شك أن الوضعية الحالية للسياسة العقابية المعتمدة تعكس لنا القناعة الراسخة بأن العقوبة السالبة للحرية القصيرة المدة ليست هي الحل أو الخيار الأنسب لإصلاح المحكوم عليهم وإعادة إدماجهم داخل المجتمع، بل هي تشكل وسيلة عقابية باهظة التكاليف، لا سيما في ظل ارتفاع المتزايد للساكنة السجنية والتي بلغ عددها حسب الإحصائيات المتوصل بها من قبل المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى ما تم شهر ماي 2024 102127 معتقلا، وهو ما يزيد اعتماد نظام العقوبات البديلة كحل معول عليه لتجاوز الإشكال بعض من الإشكالات المطروحة، ولا سيما وأن النصوص التشريعية والتنظيمية لمختلف الأنظمة الجنائية المقارنة تؤكد التوجه الجديد نحو إقرار العقوبات البديلة كسبيل لمراجعة وتطوير السياسة الجنائية والتخفيف من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية والتغلب على الأطار السلبية للعقوبات السالبة للحرية خاصة القصيرة المدة التي لا يكفي زمنيا لتحقيق برنامج تأهيلي فعال ومتكامل، زيادة على كونها تسمح باختلاط من هم قليل الخطورة مع سجناء خطيرين، وما تبدا عدم جدوى العقوبات السالبة للحرية في تحقيق الردع المطلوب وإصلاح وتأهيل السجناء. أيها السادة، يعد التنزيل الأمثل للعقوبات البديلة وتأطير اختصاصات الجهات المتدخلة إحدى أهم المرتكزات الأساسية لإنجاح هذا الورش التشريعي الهام، حيث أن مشروع قانون العقوبات البديلة يتضمن حيزا كبيرا لدور مختلف الأجهزة المتدخلة في عمل التنفيذ. وإذا كانت عملية إعداد هذا النص القانوني والمصادقة عليه تعد إنجازا مهما في مسار إصلاح نظامنا العقابي، ما فزع جلالة الملك محمد السادس صلى الله وأيده في خطبه ورسائله المولوية السامية أكد على ضرورة النهوض به في إطار سياسة جنائية حديثة وعصرية ترم بالأساس على تطوير المنظومة القانونية الجنائية وتعزيز الآليات البديلة. كما سنحرص على إخراج النص التنظيمي المرتبط بالسوار الإلكتروني وتوفير الإمكانيات اللازمة لتنزيله على وجه الأمثل داخل الأجل القانوني المحدد له. وفي هذا الإطار سيتم الحرص من طرف الجهات المتدخلة على التشجيع على اللجوء إلى العقوبات البديلة، تحسيس المجتمع بأهمية ونبل العقوبات البديلة وعلى التعايش مع المحكومين بها، توفير الإمكانيات المادية واللوجستيكية الكافية لتفعيل العقوبات البديلة، السعي إلى الفهم المشترك والسليم للنصوص القانونية الناظمة للعقوبات البديلة من خلال إعداد دليل عملي استرشادي موجه لفائدة جميع المتدخلين، تأهيل المحكوم عليهم تقبل العقوبات البديلة، تجاوز فكرة الوصم الاجتماعي. وجدير بالدرك أن هناك العديد من الإصلاحات المهمة التي تعرفها المنظومة الجنائية كمشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي وقانون السجون والسجل العدلي الوطني والوكالة الوطنية للتدبير والممتلكات المحجوزة والمصادرة ستسهم في تعزيز مسار العقوبات البديلة وإنجاحها. وفي الختام أشكر جميع أعضاء اللجنة وكذلك السادة أعضاء البرلمان كل على حدة والسيد الرئيس على الدعم الذي شعرنا به أثناء مناقشة هذا القانون، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا سيد الوزير. كون كان عندي إمكانية ديال تقديم التعديل كنت نزيد واحد التعديل لا هنا ولكن نديروه في القانون الجنائي إن شاء الله، لأنه درتو ذوك العقوبات البديلة اللي ما تطبقش على واحد مجموعة الجرائم، غسل الأموال، جرائم عسكرية، وكنسيتوا العنف ضد النساء. إلا سمحت السيد الرئيس في كلمتين. القضية ديال العنف ضد النساء، خذ راحتك. لأنه لقينا 88 إلى 85% بعض الحيطة 90% في المحاكم كيوقع العنف المرة الأولى كيتم التصالح.
الميكرو الصوت. قلت لك كيتم التصالح بين انا وذاك العرف بين الازواج من 85 بين 80 حتى 85 فيما تيتم التصالح بين الازواج. قلنا ما كاينفش جرو العائله وخاص يكونوا الاولاد، ولكن راه العاود حاله العاود راه في جميع الجرائم ماشي غير في هذه. الا عاود مره اخرى ما عندوش الحق فيها باقي سالينا، ولكن اعطيه فرصه في الحياه. كيغلط واحد النهار ما كاين مشكل تصالحوا، ولكن مره اخرى تغلط ماشي غير في المراه، في كل شيء ما تبيكلكش. اذا صوتي مع دابا ياك صافي صافي ما متفقش. الاشاره الرئيس الرمز الرمزيه ديال رئيس البرلمان قلنا اللي ضربوه تيكون استفد من عقوبه البديل. لا انا عندي صوت بحالي بحال الاخوان في هذا.